رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. يلعب الغذاء دور هام في تعزيز الصحة لدى الإنسان السليم وفي تعزيز وقوة الجهاز المناعي لدى الإنسان المريض. الغذاء لا يقل أهمية عن الدواء في الحالات المرضية الحادة منها والمزمنة. اليوم نسلط الضوء على الأغذية العضوية مع ضيفتنا الدكتورة نادية الموسوي استشارية التغذية. حياك الله ومرحبا بك دكتورة نادية ضيفتنا في بلسم. مساء النور، يا هلا فيك دكتورة نادية. بداية، نحن شو نقصد بالأغذية العضوية؟ اينا الأغذية العضوية معناتها انه ما في اي مبيدات حشرية او كيميائية، او ما في هرمونات مثلا باللحوم، او ما في شيء كيميائي، يعني كل شيء لازم يكون طبيعي، وطبعا تحت شروط محدده، لانه في ستاندرد محدد بالنسبه للاشياء اللي لازم تكون عضويه. الحين عندنا مكتوب على الاشياء عضوي او مكتوب 100% عضوي، يعني هذا من صدر 100% عضوي. كل شيء عضوي، حتى الورق اللي مغلف فيه او القوطي اللي مغلف فيه عضوي، بعد عضوي. في عندنا ثاني نوع اللي مكتوب عليه عضوي، 95% من الاشياء اللي موجوده بهذا المنتج يكون عضوي، فيجوز الغلاف ما يكون عضوي مثلا. ومكتوب مرات انه يحتوي على انجريدينتس او محتويات يعني عضويه، فهنا عندنا تقريبا 70% من الاشياء تكون عضويه، ففي فرق بينهم. اكيد دكتوره ناديه، كل الاغذيه العضويه موجوده؟ يعني مثلا الكاكاو، اغذيه الاطفال، نقدر نحصل منها تكون عضويه 100% ولا لا؟ اي نعم، كلها موجودة. الحين يجوز مو كل المحلات نلقاها، ولكنه كلها موجودة يعني يعني بعض الدول كلها موجودة، يعني حتى موجودة بالإمارات أيضا أكثرية الأشياء موجودة، أقدر أقول إلى 95% من الأشياء موجودة. يعني شو اللي يميز الأغذية العضوية عن غيرها من الأطعمة التقليدية دكتورة نادية؟ شو المميز فيها؟ ليش الناس يلجؤون لها أو تنصحين لها؟ شو اللي يميزها عن باقي الأطعمة؟ طبعا أطعمة العضوية خلينا نقول التقليدية اللي فيها طبعا عندنا الستامب اللي لازم يكون أورجانيك مكتوب عليه مثلا، أنه يكون 100% عضوي، هذا معناه عضوي، لانه هذا يعني اكو بعض الناس يقول لك انه يجوز هذا مو صح، ولكنه هذا صح لانه ستاندرد عالمي، هذا الشيء لازم يكون عضوي. اكو ستاندردات محليه بعد انه يجوز الستامب يكون موجود، ولكنه طبعا عندنا اكيد انه الشيء اللي يميزها. في مرات الناس يقول لك انه اكو فرق بين الطعم، مثلا نشوف مثلا كوسه، الفليفله، الطماط، الجزر، هذين الاشياء مرات الطعم الناس يقول لك في فرق. هو الحقيقة أنه لأنه ما فيها يعني هرمونات، ما فيها مبيدات حشرية، ما فيها مبيدات كيميائية، كل هذاني هذا هو اللي يميزها. ولكنه الأطعمة التقليدية اللي موجودة أكثر أوقات يكون فيها مثلا الهرمونات أو مثلا المبيدات الحشرية أو الكيميائية، فهنا أو بعضها حتى تكون وراثيا متغيرة اللي اسمها GMO genetically modified، فهذاني الأشياء أكثر تكون تقليدية. وعندنا الطبيعية، أشياء طبيعية مو معناتها عضوية، أشياء طبيعية أو natural products معناتها أنه ما فيها أشياء كيميائية، يعني إذا المنتج حاطي له لون رح يكون لون طبيعي، إذا حاطي له مواد حافظة رح تكون مواد حافظة طبيعية، فهذا هو الفرق بين الثلاثة. دكتورة إنزين، في ناس الحين عندهم فكر معين أو ثقافة أن الأغذية العضوية يعني فيها فيتامين أكثر، مفيدة أكثر لصحتهم، شو رأيك في هالموضوع؟ شو تعليقك؟ أين؟ طبعا في كثير بحوث صاير على الموضوع من صدق، ولكنهم شو اللي شايفين اليوم، ده اتكلم عن 67 بحث اللي صاير اللي يسموه ميتا اناليزس، شو اللي شايفين انه المواد ضد الاكسده اللي موجوده بمأكولات الاطعمه العضويه اكثر من التقليديه او حتى الطبيعيه. فهنا عندنا المواد ضد الاكسده اللي طبعا احنا نعرف مواد ضد الاكسده تاثر على السرطانات، على الشيخوخة، على أمراض القلبية، على هواي أشياء. غير المواد ضد الأكسدة، اللحوم بالذات، لحم البقر، الخروف، المعز، الحليب والبيض، يكونون أغنى إذا يكونون عضوي، يكونون أغنى بالأوميغا 3 من التقليدي. إحنا ندري أنه للحيوانات الماشية أكثر أوقات يعطون هرمونات مثلا، هذني الهرمونات تقلل الأوميغا 3 اللي موجودة بهذني اللحوم التقليدية. الحليب يكون دائما إذا يكون عضوي غني بالأنتي أوكسيدنت مثل ما قلت، ولكنه غني أيضا بالعفن الفيتامين إي والأوميغا 3، وهذا الشيء طبعا جدا زين. الناس طبعا الفائده مالته يكون بالمواد ضد الاكسده مالته. هل معناته انه الاشياء التقليديه بعد ما نشتريهم هذا الشيء راح يكون يعني مستحيل؟ ولكنه للناس اللي يردون يعني ياكلون عضوي، للناس اللي عندهم حساسيه، مثلا الشخص عنده حساسيه
خلينا نقول من السمك مثلا، او عنده حساسيه من المكسرات، او عنده المناعه قليله لانه مثلا كان بحياته عنده سرطان، مصاب سرطان او شيء، او عنده هو بالطبع مناعته قليله، فافضل ياخذ الاورجانيك او الاشياء العضويه. اطفال اللي عندهم حساسيه مثلا افضل ياخذون العضويه. زين دكتورة، بصراحة هاي الأغذية مرات تكون غالية في الأسعار، عشان يكون يعني أكثر صراحة مصداقية حتى مع مشاهدين وجمهورنا، هل معناته أني أنا وجبتي كلها تحتوي على أطعمة عضوية ولا لا؟ أين؟ ولا بعد آكل التقليدي؟ أين؟ خلينا نقول انه غاليه بالاسعار لعده اسباب. اول شيء عشان ياخذون الستامب بالسيرتيفيكيشن انه اورجانيك مكتوب عليها لازم يدفعون سعر. هاي اول نقطه. ثاني شيء الزراعه مالتهم، التربه مالتهم، الحصاد مالتهم، كل هذني تحت شروط محدوده لازم تكون. ثالث شيء طبعا الاشياء، يعني الطماطه تاخذ وقت عشان تكبر، واكثر اوقات الاشياء العضويه تكون صغيره، يعني صح احجامها تكون اصغر، اصغر لانه احجام طبيعيه فتكون اصغر، فهنا على مود هذا تكون دائما اغلى وتاخذ اكثر وقت عشان يعني تطلع، يعني تثمر. تنمو تثمر تاخذ اكثر وقت لانه ما فيها هرمونات، ما فيها هذني الاشياء، فعلى مود هذا. وبعدين لانهم ما يحطوا لها مثلا مثل ما قلت بعض المبيدات فتقدر بعد تخرب بسرعه، فهنا تكون دائما اغلى. اكيد انه وطبعا هم ترى ما يبالغون بالسعر، السعر مالتهم ترى اوكي لانه على مود هذني الاسباب تكون طبعاً اغلى. اسباب منطقيه، اسباب منطقيه. انا اقول انه الشخص اذا عنده بعض الحساسيات او يكون مريض، او مثلا شخص انه دائما عنده نزلات برد، او مثلا يكون عنده مثلا مصاب سرطان لا سمح الله، او عنده ورم مثلا مصاب ورم او شيء، افضل انه ياخذ عضوي. الحين في بعض الاشياء مثل اللي تكون موسميه، مثلا انا حتى لو اخذت اشياء تقليديه احاول انه تكون اشياء موسميه، ما اروح اخذ اشياء مثلا مال هذاك الموسم، مثلا الفراوله الموسم مالتها مو الحين، او مثلا التوت الموسم مالتها مو الحين، فانا ليش اجي اخذ اشياء يعني انه شايفه اشعه وفيها مواد كيميائيه وكلها كلها، اخذ مال هالموسم اللي هو شنو، الفندال، البطاطا الحلوه، القرع مثلا، البرتقال، التفاح، النبج، يعني هذني الاشياء مال هالموسم ناخذه. واذا انه مجبوره يعني عجبني اخذ غير اشياء، احاول اخذ الاشياء اللي القشر مالتها، مثلا التفاح يجوز انا بالقشر اكله طبعا اكثر يكون صحي، ولكنه اذا ما يكون فصله افضل انه انا اشيل القشر، حتى لو خسلته افضل اشيل القشر اذا كان العادي، اذا العادي التقليدي. اما العضوي يكون افضل طبعا. العضوي طبعا ويا القشر عادي ما في اي مشكله. الفراوله نفس الشيء، اشياء اللي يعني نقدر ناكلها بالقشر، الطماط، بعد عندنا الخوخ، بعد عندنا الكمثرى، هذني الأشياء يعني أنا أقدر أخذها عضوية. أشياء مثلا تقدر تتقشر مثل الأفوكادو، البرتقال، الأفندي مثلا، هذني الأشياء لأنه تتقشر التقليدية، التقليدية أوكي لأنه على الأقل تتقشر. إنزين دكتورة، أنا كوحدة عادية أو أي مستهلك يعني من اللي يتابعونا حاليا، كيف يتأكد أن هذا المنتج عضوي ولا لا؟ أوكي، مثل ما قلت طبعا احنا ما نقدر نتاكد ولا نقدر يجوز مرات حتى نعرف ما بين الطعم انه عضوي او لا، بس الشيء اللي نقدر احنا يعني هذا الشيء نقدر نطمئن فيه الستامب اللي موجود مكتوب عليه اورجانيك، لانه الدول ترى يعني مثلا اذا ناخذ كندا في يعني شروط محدده انه هذا الشيء، وصار ما انه هذا الشيء لازم يكون اورجانيك، ودائما في يعني في سوبرفيجن على الموضوع، يعني في اشراف على الموضوع، فهذني الاشياء لما تكون مكتوب عليها عضويه، وبالعاده الاشياء العضويه دائما الحياه مالتها على الشلف اكثر، يعني مثلا اذا ناخذ العصير، عصير طبيعي يجوز يبقى 48 ساعه 3 ايام ماكسيمم، بس اذا العصير لا يكون طبيعي يقدر يبقى اسبوعين او ثلاثه. إنزين دكتورة، شو الأفضل بعد من الأطعمة العضوية؟ هل الأطعمة العضوية اللي تكون محلية المنشأ، أم الأطعمة العضوية اللي تكون من برا البلاد أو من الخارج اللي تكون مصدرة إلينا؟ إينا أفضل شيء دائما الأطعمة المحلية. المحلية لأنه بعد تتراوح ويا ترى البيئة مال المكان، لأنه يعني البيئة مثلا مال الإمارات غير مثلا عن بيئة كندا مثلا، عندنا مثلا الفواكه والخضروات مثلا تنمو بالإمارات في بهالفصل غير من مثلا كندا أو أمريكا أو أي بلد اللي كان، فأفضل دائما ناخذ أشياء محلية، أو حتى إذا بالبيت مثلا إحنا قدرنا نزرع مثلا خيار، طماطة، كوسة، خضروات الورقية ترى جدا سهل تنزرع. أنا وايد حابة أركز على هاي المنتجات اللي نحن نزرعها في بيوتنا،
كنا نزرع في بيوتنا مثل الرويد، الخس، البصل، الفواكه، الخضرة، نزرعها في بيوتنا، هل هي تعطينا نفس الفائدة للأغذية العضوية ولا لا دكتورة؟ اي نعم اكيد، بس حسب بعد شنو نستعمل. اولا التربة، اكيد انه رحنا نجيب التربة اللي تكون يعني متناسبة ويا هذني الخضروات والفواكه، هاي اول نقطة. ثاني نقطة اكيد انه يعني راح تكون بشكل طبيعي، راح تطلع وتنمو، ما راح نستعمل اشياء كيميائية، فهذا الشيء اكيد جدا جدا يكون صحي. وفي عندنا الفواكه، عفوا، في عندنا الفيتامينات والمعادن، صح، اللي يعني لازم يكون ضيفينها للتربة. اي نعم للتربة، فاعتقد هذا الشيء يكون زين وجدا مهم، افضل من ما انا اخذ من برا. الحين اذا اكو بعض الاشياء مثلا اللي يجوز الرقائق الصباحيه، او مثلا يجوز مرات حتى كاكاو او شيء، اذا داخله اورجانيك يعني ما في اي مشكله، ولكنه اذا اقدر انا اسويه بشكل محلي او اصنعه بشكل محلي او يعني ازرعه بشكل محلي فافضل هذا الشيء. اكيد اكيد، غير يوم شغل ايدك، غير طبعا حتى الطعم يختلف، تحسين بجهدك انت وانجازك انك انت مثلا زرعتي الخيار ولا الطماط، او تحسين طعمه غير، طعمه غير وريحته غير يعني من صدر. دكتورة، هذا الشيء صح. اللي ما يقدر يشتري هاي الأغذية العضوية، شو هي تكون البدائل من وجهة نظرك؟ نعم، أول شيء مثل ما قلت دائما نحاول ناخذ أشياء موسمية. ترى أنا يعني صح إني يعني استشارية تغذية، بس دائما أعتقد كل الأشياء اللي يعني كل الأمراض اللي عندنا اللي الشخص ينصاب فيها في الحياة دائما نقدر نسوي منها وقاية ويا الأكل مالتنا ويا التغذية مالتنا. وكل الأشياء الله خالقها، يعني العلاج موجود برا، بس أكيد بعضها يجوز إحنا ما نعرفه أو غيره. فأنا أعتقد أنه إذا نقدر إحنا نزرع بعض الأشياء فنزرعها، حتى لو يكون فصل واحد أو فصلين، صح، يكون يعني ماكو أي مشكلة. إذا ما نقدر فدائما نأخذ أشياء فصلية، لأنه كل فصل مثلا بالشتاء دائما نشوف أنه سبحان الله أكل برتقال وأكل أفندي والجريب فروت، وأكو أشياء اللي غنية بالفيتامين سي، لأنه الناس أكثرية الأوقات يجيهم نزلات برد، المناعة مالتهم تقل في فصل الشتاء، فمحتاجين الحفظيات بشكل خاص فإحنا دائما نحاول أنه نأخذ أشياء فصلية. يعني ترى حتى الفندال أو القرع الياقطين هذني كلها غنية بالفيتامين سي بالفيتامين اي، للناس اللي تجيهم نزلات برد أو المناعة مالتهم تقل في فصل الشتاء، فإحنا نقدر نأخذ دائما أشياء فصلية. إذا لا، إذا ما أخذنا يعني أشياء فصلية وإذا جبناهم، جدا مهم أنه أنا أحط مي، مثلا لتر من المي أحط ربع كوب من الخل، أنقعهم كتكون مثلا خضروات مثل سبانغ أو غيرها، أو حتى من المزرعة عندي جبت، أو من الخضروات أو الفواكه دكتورة، ولا بس الخضروات؟ الخضروات اللي مثلا أنا أريد أكلهم ويا القشر أحطهم بالمي، تودنينهم في مي مع خل، مع شوية خل أو مي وملح، يعني هذين الاثنين الطرق مقبولة. المي دافي دكتورة؟ مي عادي بارد، يعني ماي بارد مع خل، تودنين الخضرة أو الفواكه اللي حابة تاكلينهن بكشورهن، ننقعهم مدة مثلا ربع ساعة. طبعا الخضرة دائما أنا أفضل أنه ثلاث مرات، لأنه نأخذ حقيقة محلية الخضرة، السبانغ وغيره أو الشبت، فدائما ثلاث مرات ننقعهم لأنه في تراب يبقى أخير الجدر، فهنا أنا نقعهم بعدين أغسلهم. شو نغسلهم؟ يا أسفنجة أجيب تحت الماء أغسلهم، عشان إذا أكو في بستيسايد بأشياء اللي هو المبيدات مثلا حشرية أو غيره على الجدر، أنا أزيلهم يعني، بعدين أقدر أطبخهم وأكلهم. يعني هاي طريقة حلوة اللي يبقى الأغذية التقليدية، لكن بالضبط يهتم بنظافتها وأنها تكون مناسبة. بالضبط. أكيد دكتورة، كمية الملح في الأغذية العضوية هي نفسها في الأغذية التقليدية ولا لا؟ هذا السؤال وايد وصلنا. هذا السؤال حلو، لأنه الناس يعتقدون لما مكتوب healthy food أو organic food معناته أنا أقدر أكل كم يعجبني، الكمية اللي يعجبني، الملح، الدهن، اللي شنو اللي تردي، السكر، كله نفسه ويجوز أكثر من أطعمة التقليدية. طبعا في بعض البحوث صايرة على الموضوع أنه ما بين الرابط ما بين السمنة مثلا أو السكري والسرطانات أو أمراض القلبية وأطعمة العضوية. في دراسة صايرة في 2010 في 10 جامعات منهم جون هوبكنز، مسوين أنه شايفين هل أطعمة العضوية تخفف من السمنة أو لا، فشافوا نعم تخفف من السمنة لعدة أسباب. سبب الأسباب دكتورة؟ السبب الواحد يعتقدون أن الخضروات الفواكه كميتهم أصغر، الحجم مالتهم أصغر، فبالتالي بياكلون كمية أقل وبينزل الوزن عندهم. نعم، مثلا مثل ما نشوف مثلا عندنا الخس أو مثلا عندنا السلري اللي هو الكرفس أو غيره،
تكون أصغر من العادية اللي تكون دائما أكثر لأنه فيها كثير أكيد هرمونات أو فيها غير أشياء. ما بيأكلون وايد بينزل الوزن. ينزل الوزن. فهذا الشيء نعم. السبب الثاني يعتقدون أنه بهذين الأطعمة مثلا مثل ما نشوف الخس اللي يكون ملفوف الأحمر مثلا أو الملفوف أو غيره في مي أكثر من أطعمة التقليدية يعني أكثر جوسي. السبب الثالث لأنه هذين الأطعمة غالية. فعلى مود هذا الناس يجوز يشترون كميات كبيرة يشترون كميات صغيرة فيقتصدون أكثر ويوفرون أكثر. بالمقابل صاير دراسات إنه هل الهرمونات اللي يحطوها بالأكل والمبيدات التغذية اللي يحطوها بالأكل بالطعام مالتنا هل هذني يزيد السمنة؟ وفي بعض بحوث مراوية أو مبينة إنه نعم تقدر تزيد السمنة عند الأشخاص خصوصا في منطقة الكرشة خصوصا الهرمونات اللي موجودة بالحليب ومشتقاته. دكتورة نادي شو العلاقة بين الشفاء من الأمراض المزمنة وبين الأغذية العضوية؟ في علاقة بينهم ولا لا؟ إينا أكيد في لأنه أمراض المزمنة أكثر أوقات يعني ما ندري الأسباب مالتها. فهنا نعتقد أنه في بعض الأشياء اللي إحنا البشر صانعها اللي تكون مثلا البريزيرفاتيفز مثل مواد الحافظة أو الألوان الكيميائية أو غيرها هذني الأشياء أكو بعض ناس أكثر حساسين على هذني الأشياء. طبعا هاي النظرية خلينا نقول واحدة من النظريات. فهذا الشيء يسوي أنه أمراض المزمنة الشخص من يأخذ أشياء عضوية لأنه ما في ذني المواد الحافظة والألوان وغيره هذا الشيء يخفف من أمراض المزمنة. إذا بتكلمينا عن آخر الدراسات في موضوع التغذية العضوية بالتحديد دكتورة. أين حقيقة نحن ده شوف دراسة اليوم في صاير 197 دراسة ميتا أناليزز جدا جدا كبيرة دراسة جدا كبيرة صايرة ويعتقدون أنه أطعمة العضوية هي يعني تقدر تكون دواء لهواية هواية أو وقاية لهواية هواية من الأمراض. طبعا منهم السمنة وأنا دائما من أقول السمنة وياها يروح 90% من الأمراض اللي عندنا اللي هم السرطانات والسكري وأمراض القلبية وأمراض العظام وغير من هذين كل الأمراض المزمنة. نعم. دكتورة في نهاية هذا اللقاء كلمة توجهينا لكل مشاهدينا بخصوص التغذية العضوية والغذاء بشكل خاص. إينا. بالنسبة للأطعمة التقليدية أنا اليوم ما حطيت ترى إكس أحمر عليهم كلنا نأكل أطعمة تقليدية وكل شيء حسب الحكومات حسب وزارات ومؤسسات الصحة العالمية كنترول صاير يعني ندري كم مبيدات يحطون الناس وشنو اللي يصير بالنسبة للمزارعين. ولكنه إذا الشخص عنده أمراض مزمنة إذا الشخص مصاب بالسرطانات طفل يكون عنده البنية مالته ضعيفة أو المناعة مالته ضعيفة مثلا أو مثلا الأب والأم عندهم حساسيات أو عندهم سمنة يجربون في بلدان بالعالم أنه يأكلون بس عضوي في بعض السيتيز مثلا باليابان بس يأكلون عضوي وشافوا أنه عندهم السمنة أقل وحتى يعيشون أطول صح فترات أطول يعني في فترات أطول. الحين إحنا لازم بعد نخلي نسوي الفرق ما بين الأطعمة التقليدية والمصنعة. طبعا المصنعة هي أمر شيء وأنا أعتقد المشاكل مالتنا ثلاثة أرباعها تجي من أطعمة المصنعة اللي إن شاء الله حنسوي برنامج إن شاء الله بنخصص فقرة خاصة عن الأطعمة المصنعة. شكرا دكتورة نادية على وجودك الصراحة استفدنا وايد من المعلومات اللي قدمتيها لنا. حياك مشاهدينا انتهت حلقتنا لليوم من برنامج بلسم. شكر لكل من تواصل وتفاعل معنا ونتمنى لكم قضاء إجازة نهاية أسبوع سعيدة. نشوفكم على خير. دعاء الله.